بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على الهادي البشير الرؤوف الرحيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ترى ما الذي ترتب له فائقة حتى تحتفظ بيوسف الذي أسعد قلبها ولا تستطيع فراقه؟ هكذا الأنبياء تحل بركتهم على كل من اقترب منهم وعاش معهم. هل سيخضع يعقوب لرغبة فائقة؟ وهل ستتغاضى ليئة عما حدث ليوسف مع فائقة؟ لابد أن هناك حدثاً كبيراً سيهز كنعان اليوم. يعقوب، أريد حزام أبي إسحاق. واندهش يعقوب، لماذا تسأله عن حزام أبي وهو بالأصل معها؟ ماذا تريد فائقة؟ وأين هو حزام إسحاق عليه السلام يا فائقة؟ أظنه مع يوسف. يوسف؟ ولماذا مع يوسف بالذات؟ أنا لا يهمني أي شيء إلا أن يعود لي حزام أبي إسحاق. وحزن يعقوب لما ظنته فائقة في ولده وحبيبه يوسف. أخشى على نبي الله يعقوب من هذه المفاجأة، فهو لا يتحمل هذا على يوسف. ماذا لو كان الحزام مع يوسف الخلوق؟ إذن لأصبحت فضيحة مدوية تتحدث عنها كنعان لتاريخ طويل يا زلفة. يعقوب، دعني أفتش يوسف، فلربما كان الحزام معه. لا، يوسف لا يمكن أن يفتشه أحد، فهو الكريم ابن النبي. ولكنه بشر مثلنا، قد يصيب وقد يخطئ، فلما لا يتم تفتيشه؟ لعلها نهايتك يا يوسف، لعلها سوء الخاتمة. لم أتوقع أن الحزام معه. أنا لا أرتاح لمن يقولون عنهم أتقياء وأنقياء. هيا فتشيه يا عمتي، لعله السارق. اصبروا، فيوسف ليس ذلك الطفل اللص. هكذا أنت دائما تدافع عنه يا لاوي. انتظروا قليلا، فالعمة فائقة تتقدم نحو يوسف. انتظروا